لكن مش القاعدة انه الراجل يقول لمراته ساعديني في مصروف البيت. كون بقى في ناس ريحت واعتمرت على كده فهم كان الاتفاق بينهم مش واضح من الاول. كون في رجاله متواكله او انانيه شويه او بيتعود على حاجه معينه ما بيقدرش العطاء او نوع التضحيه اللي الست عملتها وبيعتبرها حق مكتسب، ويبتدي بقى خلاص انت ساهمتي في جزء من اقساط المدرسه فانت هتفضلي تعملي كده مدى الحياه، مش هتريحي بقى عشان انا كبرت معاكي، ما احنا بنكبر سوا، او انت دلوقتي بقيتي ام فهتقعدي تاخدي اجازه مثلا بدون مرتب سنتين عشان الولاد، فانا بقى هشيل عنك عشان انا بقيت احسن. فهو بس الاتفاقات ما بتبقاش واضحه، وبتبقى في بعض، انا مش عايزه اعمم، في بعض الرجاله بيتعودوا على ان هم ياخدوا، وفي بعض الرجاله لا بالعكس. ممكن الوضع يتغير في البيوت، يعني اللي اخد ده خلاص على كده ممكن نرجعه تاني؟ اه